السلام عليكم خوتي ابراهيم باسمي من مونتريال اونكور اون فوا. اليوم خوتي حبيت نبعث هذا الميساج سبيسيالمون للمسؤولين تاع لا دي جي اس سبورتيف دو بومرداس، نقول لهم يا خوتي بلي الملف تاعي راه في الملف تاعي راه في في المناجم وفي عند عند البيرو تاع الولي. دونك يا خوتي صافي لونتون درت ان بتي دوسي بور ان بتي بروجي pour les jeunes ou les bladi باش نجي للبلاد دخول بلادي ونكونهم ونعطيهم شويه قود على الحياه اللي مشاكل اللي راهم كارهينها مشاكل راهم يحربوا يحرقوا في البحر ويموتوا في البحر ومشاكل كارهين حياتهم. قلت انا نجي نخرج كاش دي شامبيون في بلادي كما خرجت وانا في كندا وخرجت ثاني في امريكا. دونك بعد خوتي بعد دي ميساج من نيويورك بعد دي ميساج من مونتريال بعد دي ميساج من الجزائر وحتى الان ما جاوبونيش. وجاني خبر امس قالوا لي بلي الدوسي تاعك تعاود البلان. يا خوتي علاش نعاود البلان؟ سي لا تروزيام فوا نعاود في البلان نعاود فيه عاود اون فوا دو فوا لا تروزيام فوا. يا خوتي علاش هكذا ديروا لي هكذا تعبتوني مورالمون يا خوتي علاش؟ علاش هذا لي بلون هادو ماهمش باطل؟ لي بلون هادو راهم يسوي دي مليون صاحبي راهم يسوي سي دلارجون. علاه يا خوتي علاه؟ اشاك فوا عاود بلون عاود بلون يا خوتي علاه؟ علاش تتعبوا فيا قدروا لي بلعني تتعبوا فيا كذا باش ديكوراجي ولا باش علاش؟ قولوا لي ما تخش بلادك قولوا لي ماك جزائري والله مازال نجي والله مازال نكتب لكم انا. علاش يا خوتي؟ شرفت الجزائر خويا شرف الجزائر وليدي شرف الجزائر وقعدتنا كامله دي سبورتيف انترناسيونو. علاش يا خوتي علاش تخلونا ديما هكذا لي زابيل نبعثو انا كل يوم في لي فيديو ها صمت روحي وليت ولا الناس ولا عائلتي وصحابي كلش وليت نحشم اشاك فوا في قولتي في الفيسبوك. علاه يا خوتي علاه يا مسيو المينيس علاه يا اختي سليمه سواكري؟ قلت لي يا عمي ابراهيم نعاونك هاكا سيتي ضربتي نحا عليا كامل. انت امراه حديديه انت امراه تاع ميدان ومرأة قوية ونحبك بزاف ونشتيك بزاف. انت ها انت كيما قال الاخر علاش ما تعاونينيش؟ ما يعاونونيش اعطوا لي قطعة تاع كاطا ربع ارات باكي ربع ارات يا سيدي ربع ارات يكفون ربع ارات خمس ارات خليني ندير بتي ابارتمون لولادي وندير سالتي من تحت. جي با بزو ما نديرش بروجي اي خويا بروجيكم غالي جاكم كبير ما نديرش البروجي هذاك يا سيدي ما مسحقوش كان تراب جاكم بزاف اعطوا لي بتي تروا ار ولا كاطا سامسيفي يكفيني تروا ار ولا كاطا يكفوني. علاش ما راناش دوليين؟ ها علاش يا خويا علاش انا من ضربة خويا ما نكذبش عليكم يا خوتي من ضربة خويا كي خويا مسكين كان مترشح باه يروح للجو اولمبيك وصحابه كانوا معاه داروا لهم الفيزا وخويا مسكين لحو دو كوتي. علاش ما عاونتوش؟ علاش ما عندوش خويا باه يروح مسكين؟ علاه تولينا ندافع عليه انا منا باش خويا مسكين باش خويا باه يعطوا له مسكين يعطوا له البي تاعو باه يروح ولا يعطوا له السلاح باه يروح الفيزا تاعو ما تقولوش الفيزا كيما الاخرين. علاش خويا نديروا الفيزا خويا ما دارش؟ علاش تحقروا في الله باسمي؟ علاش تحقرونا؟ انا حلفت من خويا قلت والله ما الله شيء من ضربه خويا قلت والله العظيم غير ما الله شيء داروا هذا الشيء هذا والله العظيم غير ما خلي واحد. الحقره مش مليحه حقرتوني خويا حقرتوني انا حقرت خويا حقرت وليدي حقرت علاش يا ربي علاه؟ نعم رانا ضحيه الارهاب انا هربنا من الجزائر ما هربناش خير هربنا المشاكل يا خوتي. علاه خرجوا من المشاكل واليوم كونا رحنا قلنا ندخل بلادنا افيك ان نيفو 3 دوغري ها درتو في 1985 كان نيفو 3 دوغري 1985 ها افيك ان نيفو 3 دوغري اللي ما كان حتى واحد من الجزائري ما عندوش النيفو وانا كان عندي 1985 ها وزدتكم تروحي في المانيا في كندا هنا قريت في كندا هنا ما خليت لي ستاج ما خليت دي غران ماناجير دي غران زونترينور دي غران بوكسور او نيفو مونديال ما خليت دونكي ما خليت لاكتور فان دام وما ادراك فان دام وجي عندي الصاله تاعي الجلسه تاعي هنايا توري فيلم ودر فيه يا ربي علاه ها ولحق المستوى لحق اللي دار كيما خوهم ابراهيم يتفضل روحوا للفيسبوك تاعو شوفوا مع من تعاملت ومع من خدمت مانيش نسخ بروحي اعوذ بالله مش من كلمه انا ماش دخل عليه بصح علاه اخوكم ابراهيم متعاونيش علاه متعاونونيش علاه علاه تحقروا فيا علاه خليتوني حتى نبهدل روحي في الفيسبوك علاه علاش اش كفو نعاود في الفيديو مونت شحال من دوموند درت 1980 وانا ندير فيديو مونت اليوم 1980 من ضربه بوشامه كامل بوشامه حتى الجهه العجمه حتى اليوم
ما تشتو لي قطعه تاع 4000 باش ندير انسان سبور. ها علاش علاش يا خوتي؟ انا شرفنا الجزائر، انا وقفنا، راني انا صغير في عمري 6 سنين والله العظيم والله العظيم اللي حابت حابت فرنسا بالحجر نضرب فيهم بالحجر انا قدامك، وحكمني عصرين احنا داخل داخل براش تاع الماء، داخل الشعبه تاع الماء، وكم شي مراجع مسكينه سلكتني يعني مت. انا قلت لكم كان في عمري 6 سنين ولا 7 سنين في عمري كانت يضرب العسكر بالحجر، شاركت حتى في الحرب، حتى في الحرب تاع في الحرب في 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 لا غير اونت الجزائر فرنسا وحالت وانا سافر من 6 سنين ماناش والله العظيم. ها واليوم يا خوتي لقيت الارض تاع 4000 بدرهمي تحرموني تخربوا لي حياتي تولي مشاكل مع عائلتي ولي مشاكل مع ولادي ولي مشاكل مع دارنا. علاش يا خوتي علاش علاش يا خوتي؟ ها علاش درت درت المحال في بلادي وانا وليدي مسكين الى كم بالاعلام تاع الجزائر قالوا لي ما لكمش اعلام ولا كم نبيه روحوا شوفوا فيسبوك في يوتيوب ولا فيسبوك شوفوا لي كومبا تاع وليدي. ها جزائري في امريكا ونضرب في يدي ونضرب في يدي جزائري ما بدلتش فيسا والله ما بدلتش فيسا كما بدلوها بعض الناس اللي راهم في الخارج يحرقوا في بلادنا ويدونا في الفتنه باش نتحاربوا بيناتنا ونتقاتلوا بيناتنا. راني كونتراهم راني قرة معاهم ها على بلادي على رئيس تاعنا رئيس تاعنا كيما قالوا طول الوقت ماشي رئيس هو اللي يسكن بلاد سي انا وانت هو وتسكنوا البلاد حنا اللي نسكنوا بلادنا حنا اللي نوقفوها حنا اللي ندير يد في يد لبنوا بلادنا. ما خليتوا عسكر ما خليتوا الارمي تاعنا مسكين ما خليتوا علاه قلت تخربونا في بلادنا علاش تحبوا يجونا يخربوا بلادنا يجونا من امريكا ولا يجونا اسرائيل ولا يدخلوا بلادنا لا كلنا خوه قبايلي خويا وشوي خويا ومصابي خويا كان خوه جزائري واحد علمنا واحد دفعوا على علمنا عندنا درابو اجنا واحد تندموا عليها ولا حبيتوا كيما التسعينات يا ربي خافوا ربي يا ولدنا فهمت هذوك لما بالخارج هم غير يخربونا في بلادنا حاب يخربونا بلادنا راهم مع الاجنبيين راهم يخرب حاب يخرب بلادنا ديروا يد في بلادنا ونخدموا بلادنا انا شويه وانت شويه ونخدموا بلادنا هذه خطه تاع 4 ونخموني نقول شكون الكافر احنا الكافرين شكون الكافر انا اللي في امريكا واش دومونت تعطوها لي والله واش دومونت تعطوها لي حتى بلادي كل يوم اليوم نبكي لكم علاه هل تحكوا لكم حتى اللي جانوا المسكين يهربوا يقولوا ما عندناش دولة؟ احنا نحبوا بلادنا نموت على بلادنا اللي جاني يحبوا بلادهم محال باش جاني يهرب ويخلي بلاده اعطوهم تاويل مسكين خليهم يدفوا له خليهم يحوسوا خليهم مسكين يديروا استثمار يديروا تاويلات بلادنا غنية بلادنا راهي كما قالوا قارة في العالم ماشي يجي واحد اخر من جارنا يضحك علينا ولا كان احنا الحمد لله عندنا خير كربي حتى واحد ما يوصلنا ها اخوكم ابراهيم في امريكا ورفضت روحي وقيت بلاصتي مع دونكينغ ومع لي جرون ماناجر دو موند ولا نكذب شوفوا الفيسبوك تاعي روحوا ادخلوا الفيسبوك تاعي روحوا ادخلوا اليوتيوب شوفوا يوتيوب روحوا شوفوا الفيسبوك تاعي سمانه كامله وما تكملهاش لاباج تاعي ولا يوتيوب روحوا شوفوا يوتيوب واش عامل من فيديو كاين واش عامل لي كومبا تاع وليدي ضربته السياره مسكين ولاكم بعثوه الى كم مسكين قريب قتلوه مسكين ضربته السياره مسكين وخوت كي بوكس مليح طمعين على الفلوس باش يديروا يدخلوا به الدرهم طبعوه مسكين يبوكسي 14 كومبا تاعو 15 و16 كومبا مسكين خسرهم قريب مات قريب قتلوه وشارعتهم الحمد لله هذا حقي ها علاش شافوه مليح مسكين شافوه عربي طردقوه مسكين حبيت طردقوه الكل قلت بلادي اللي تعاوني بلادي عاونتني ما خلوش الاجنبيين يبروفيتير في وليدي فهمت بصح الحمد لله او الحمد لله لاباس بيه وقلت انا قلت ندخل بوليدي ندخل الجزائري ونكونوا دي شامبيون نكملوا دي شامبيون ماخر من ولدي ماخر من مو كابابل عندي كاباسيتي باش نخرج دي شامبيون عندي في يدي الحمد لله تعلمت كونت جزائري بلادي بلاد جدي وبلاد بابا ماشي انت وماشي واحد اخر اللي يحوزني انت واحد اللي يحوزني الجزائر تاعنا وتاع كل واحد كل جزائري
يا خوتي القبائل، يا خوتي الشاويه، يا خوتي المنزاب، يا خوتي كل شيء، ديروا يد في المتحدة، ديريدكم ديروا يد في يد ابن الجزائر، ابن بلادكم. والرئيس عاونوه، عاونوه، اعطوا له وقت، اعطوا له وقت يا خويا، اعطوا له وقت. واللي جا مرحبا به، جا مرحبا به، اللي جا عندنا مرحبا به. بعدونا بك الناس هذوك اللي راهم يخربون البلاد، راهم يكذبوا، راهم يسرقوا في المال، هذوك من العباد اللي دونجورو. مي حنا كما قال اخر واحد اللي بكى على بلاده، مسكين يحب بلاده، علاش تحملهم يهربوا؟ علاه؟ اعطونا حقنا يا خوتي، اعطونا حقنا، اعطونا حقنا، رانا نطلبوا يا رب، رانا نطلبوا، رانا ولينا كي المهابل. علاه يا صاحبي؟ افتحوا البيبان، افتحنا البيبان، نخدموا الارض، نخدموا السياحه، نخدموا كل خير، نخدموا. اوني كاباب، اوني كاباب في بلادنا، اوني كاباب يا خوتي. عندي تجربه، انا كنت روحي في امريكا، وعندي خبره، عندي خبره. انا شفت يا خوتي، شفت ديسار، شفت ديسار في بومرداس، والله العظيم يا خوتي ما نكذب عليكم، غاثني عمري. الباش مقطع، وانا قاعد يا خوتي. اعطوني نجي لبلادي، ندير انسبكسيون، ندخل لي سال، نكونترولي سال الاستكمار، نردو منورات، ردوا منورات يا خوتي. الصالة اللي ما يكونش انسبكتور في الصالة، اللي يجي كونترولي لا صالة، كيف حبيت تكونوا الصالة؟ لازم تراقبوهم، تراقبوا لي بابي تواليت، تراقبوا كل خير، كل شيء تراقبوه في الصالة. لازم لي دوش، لازم كل، لازم نترباو، نخدموا حاجة نظيفة. أنا كي رحت الأمريكان، أنا راسي حبس نقول يا عم بابك، واش رانا نديرو حنا؟ حنا مش عباد، مش هذو خير منا، هذو كفار خير منا. ها حنا اللي مسلمين ضعف، نسكبوا لسال تاعنا، نردوا من الله. فهمت؟ نروح ندخل هنا، جيت ندخل كل سال، كل 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 سمانه، ونروح الولايه نراقب، ندخل لسال ونفيريفي لسال. هذا المدير بلا ما يدربوا يحكموا دري سخون، يديروا في السبارينغ، وما سوال مسكين في عمرهم 10 يديروا السبارينغ، يتخبطوا بيناتهم. انا شفتهم في الفيديو يقتلوا في الناس، حرام عليهم. طفل صغير مولا 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 8 10 تعلموا كيف يضرب وما يضربش، كيف يقيس وما ينقاش. ما تعلموش تديروا السبارينغ، تخلوضوا مخو. ها راجل 8 10 تقولوا مخو، علموا كيما حسين السلطاني الله يبارك، كان يبوكسي يضرب وما يقاش، يكسر لعب، يعرف كيف يكسر لعب. هذاك هو البوكسور. انا الله يرحمه ويوسع عليه، فهمت؟ هذاك البوكس، هذاك البوكسر اماتور تاع بلادنا، هذاك هو اللي نعلمو، كيما هذاك الطريقه تاع البوكس اماتور. والبرو حاجه اخرى، بروفيسيونال، انا مختص في البروفيسيونال حاجه اخرى. نخدموا الكره كور، ونخدموا لا غير امريكان، لا غور تاع تايسون، هذاك شيء اوتروز. مي طفل صغير نعلموه كيف يضرب وما ينقاش، كيف يهرب، كيف يديبلاسي. ما تعلموهمش كيف تهبلوهم كل يوم مسكين يضربوا في فريسانهم. انا الشيطان، لازم يكون ديسبكتور في الفوليسال. ولي اكاديمي في كل ولايه، يكون اكاديمي دو بوكس، مدرسه للملاكمه. خلونا ندخلوا نسكموا بلادنا يا صاحبي، خلونا ندخلوا نسكموا بلادنا، نسكموا نديروا تاويل. خافوا ربي. الحصول نخلي كما قال اخر، وكما كتب ربي هذه، واش نقول لكم؟ ثم المسؤولين. فوالا. احب فيديكم، حبيت اخوكم ابراهيم ولد بلادكم يدخل البلاد، ونديروا حوايج مليحه ولد بلادي، الله يبارك. ما حبيتوش، ربي كامل، واللي راه يقطع فيا ربي سامح له، نسامح له عند ربي، معليش خليه يقطع على روحه ويدير واش حب. ربي وكيلو، يغلق لي بيبان، يهدر فيا، يمشر فيا، معليش كاي ربي، وراكم مسامحين كاع عند ربي، ما تخافوش. اللي دالي الشر راه مسامح عند ربي، واللي دالي خير ربي. انا انسان اخوكم كما قال، طالب عافيه كما الاخر، وباغي ندير حاجه لولد بلادي. وهذه هي، شوف يا خوتي، راهي الليل كما قلت لاخر، راني قاعد، قاعد الناس تحوس، وانا قاعد نشكي، والله ما يعقبوا قدامي، وراني نعيط، راني يعقبوا قدامي الناس، وراني نعيط، ما لا بلجع، مخي قلب، تولي تقلب مخي تقلب. علاش يا صاحبي؟ علاه؟ عيب. تروح تدخل الباج تاعي، شوف روحي، شوف الباج تاعي، تقول هذا مسكين، هذا مسكين لا يبكي في الفيديو. ادخل شوف الباج تاعي، دي كيلومتر ديري كوم، ما تخلاش دي كيلومتر، ما تخلاش حتى واحد في الجزائر، والله العظيم، والله العظيم نحلف، عادو بلا كلمة، انا ما كان واحد جزائري دار كيما انا، والله ما كان واحد دار كيما انا، ونحلف. حاشا اللي ما يسلاش، حاشا اللي ما يسلاش، فهمت؟ كاين خاوتنا اللي عندهم باكاجات في الخارج، ربي يعاونهم، ربي يسلمهم، فهمت؟ بس علاه يا خوتي؟ علاه تلحقونا حتى نولوا دعايرو؟ قلت علاه؟ ربي يعاونكم، ربي يستركم،
وربي يحفظ بلادنا من هذا الوباء، وربي يحفظنا بلادنا ويسترنا ان شاء الله. وخوتي سمحوا لي كان غلط، انا غير مقلق، راني دمي طالع مخي، وهذا كاع لاخويا محمد. والحمد لله ربي فرج علينا، الناس سمعوا لي، البراني سمع لي، والحمد لله خويا ان شاء الله ربي يروح يدير لي زولمبيك كما خوتو، وان شاء الله يشرف الجزائر ونشرفوها لافام باسمي، نشرفوها، واللي حاب يطيح يطيح لافام باسمي بطيحها، ما ينجمش يطيح لافام باسمي، ما ينجمش، اللي راح يطيحني ما ينجمش يطيح لافام باسمي، لافام باسمي دائما بقى واقفه وشرفت الجزائر وشرفناها من الحرب الفرنساويه حتى اليوم، حتى من كنت صغير في عمر 60 وانا كانت في لي فرونسي، حتى راني كبير اليوم مازال نقطع فيهم مازال كونتر عليهم، ماشي بدا الفيستا وما نكرهش بلادي، ومتخلين لي امريكا ومتخلين لي فرنسا ومتخلين المان، لان المان سمحت في بنتي راهي في المانيا وما حبش نروح عندهم، نتقن نعيش في المان، عندي بنتي في المانيا ونتقن نعيش في المان، ما نروحش المان ما نبدلش بلادي بالكافر، ما نبدلهاش الحمد لله. عندي جمال وبنيامين وليدي راهم قاعد معايا، وبدي ان شاء الله ربي ربي ان شاء الله يجيب لي يرجعها لي، وان شاء الله يا ربي تسمع لي بابها مسكين ماشي ذنبي ومشي انا ذي الله غالب بنتي، ماشي انا اللي حوجتك وباباك، وشلك بيت شلك ابارتمون ليك يا بنتي راك في المانيا، وشلك ابارتمون ليك يا بنتي، اروحي بابك دير لك ابارتمون في الجزائر.